اعيدكم بالله هادشي اللي غنقول دابا غيخرج وغنخرجوا نضاربوا عليه. هو تخفيض اولا قبل ميسالي 2015 كما خفضنا ثمن الادويه غنخفضوا ان شاء الله ثمن المستلزمات الطبيه اللي كنت دائما نوعدكم بها قبل اواخر 2015. ما معنى المستلزمات الطبيه؟ كتعرفوا المستلزمات الطبيه اللي تنسميوها حنا الحديد ولا لي ستانت اللي تيداروا في القلب ولا لي فالف اللي تيداروا غاليه جدا غاليه، يعني 20000 درهم 30000 درهم 8000 درهم الى اخره. فالمرحله الاولى ربما غادي تهم حوالي 1000 من المستلزمات الطبيه، 1000 اللي غاليه بالنسبه للمواطن اللي تنسميوه حنا الحديد اللي تنسميوه لا فالف اللي تنسميوه ذاك لي ستات. نعطيكم مثلا تقول لي باش تعرفوا شحال غيكون النقص ديال الاثمنه. فمثلا لي ستات تيتحطوا دابا في المصحات ولا على حسب لو رومبورسمون ديال لا كنوبسي لا سي ان اس اس حوالي 28000 درهم ولا 32000 درهم على حسب الانواع. فهذاك اللي تيدير 28000 درهم ولا 32000 درهم في التخفيضات المقبله غادي يكون يتباع فقط ب 10700 درهم. ربما غتبقى غاليه جدا بالنسبه للمواطن على حسب القدره الشرائيه، ولكن كحل 10700 درهم ماشي هي 28000 درهم واكثر ماشي هي 32000. فهذا مجهود جميع المستلزمات الطبيه من الجيل الثالث حتى التوازيام كاتيغوري اللي في تعطلنا شويه اللي كان القانون خصو يخرج خرجناه، وكان كذلك المراسيم التطبيق ديالو خرجات. فدابا غندوزو للتطبيق تخفيض ثمن المستلزمات الطبيه، وعطيتكم مثلا اللي غادي تهم لا ديال العينين لوفطالمو ذاك اللي تيحطو العينين ولا ديال القلب ولا ديال الحديد، جميع حوالي 1000 اللي غادي يكون واحد التخفيض مهم جدا.